والسلام في عراق لا يا رسول الله. قال يا هذا أنت من أهل العراق؟ قال نعم. وفي بعض الروايات أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال هم إبراهيم أن يدعو على أهل العراق فأوحى الله إليه يا إبراهيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلينا أن نشعل وقود هذه الرحمة في قلوبنا يا أهل العراق. والفدا الأعشاء صلوا عليه شفيع الأمة في ذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهني الأمة الإسلامية وأهل العراق وجميع المسلمين بولادة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن في هذا اليوم المبارك في محافظة البصرة مدينة المحبة والأخوة والتعايش السلمي في هذه المدينة المباركة وبجميع أطيافها، حضروا اليوم هذا الاحتفال المبارك الذي قامته مديرية الوقف السني مشكورة في جامع البصرة الكبير. ومن هذا المنبر ومن هذا اليوم المبارك وفي هذه اللحظات المباركة نناشد جميع المسلمين لتوحيد الكلمة ونبذ الخلافات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعنا ويوحدنا على طاعته ومحبته، إنه على كل شيء قدير. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الحمد والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا اليوم نحتفل بمولد الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي قال الله تعالى في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن اليوم في هذا المكان المبارك في جامع البصرة الكبير، جامع الشيخ الشهيد يوسف العسان، نهنئ العالم الإسلامي أجمع بهذه المناسبة العطرة، سائلين ربنا عز وجل أن يحفظ العراقيين في جميع أنحاء العالم إن شاء الله، وأن نكون عند حسن ظن الجميع. طبعا مديرية الوقف السني وعلى رأسها الشيخ محمد عبد الوهاب الملا أقامت على رعاية هذا الاحتفال من قبل ديوان الوقف السني في بغداد. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية، وأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيع أنت القدير، صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام، صلوا على بدر تمام رسول خير الأدام، صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي نبارك إلى الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى ولادة سيد الكائنات المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم حضورنا كحكومة محلية في هذا العيد المبارك وهذا المبارك وفي الحفل المركزي الذي أقامه ديوان الوقف السني في محافظة البصرة، ندل على شيء ما يدل على روح الوحدة الإسلامية بين كل طوائف أبناء هذه المحافظة الكريمة وأهلها الكرام. اليوم تجد كل طبقات الشعب البصري تحتفل بهذا الأسبوع منذ 12 من ربيع الأول وحتى 17 منه استذكاراً للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نقول ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. نعم اليوم الكل يستبشر بهذه الولادة، والكل يقول يجب أن نستخلص من هذه الدروس والعبر، أن نكون محمديون أصيلون، أن نستقي حقيقة كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن نكون للقرآن حقيقة من التابعين من خلال دستوره، سواء على مستوى العائلة على مستوى المجتمع على مستوى الحكومة. وكل عام وأنتم بألف خير. صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي